يا يلا سيدي هون طلبنا من الزلمة هذا عطانا قال انزل وكم اليوم نزلنا وجو تفرج فيه شوف وين يعني بنيناها فوق المي الوضع شوف هذا بينك هذا الوضع اللي احنا فيه يعني بهذا وضعنا على المي وعلى المي حطيناها ده ليك المي تحتنا تفضل جوا ليك ذا هو حالتنا وجينا بهالمطر وهالعجاوين وهالحالات السيئة وهالرضا شوفت عينك يعني ما ابو شي مخبى كله يعني شوفت عينك هذا وضعنا جينا بهالمطر وتفشنا من جبلي قادرين على تأمين وسائل تدفئة للأطفال في ظل برد جبل الزاوية؟ والله برد شغلة كبيرة هنا يعني بلاد بارد وجبل ومي يمص علينا القاع من تحت يعني ما بالقاع مي واحنا نازلين وما عندنا شيء يعني شبو هنا عندنا جبل وشبو هنا نازلين يعني ما بوش جينا من غاد لا في حطب لا في تدفئة ما في شيء يعني شوف الوضع يعني بينك نزلنا فوق المي وهاي وضعنا وضعنا يعني سيء يعني شلون وضعنا سيء للغاية في منظمات أي جهات عم تساعدكم؟ والله ما شفنا حد ما أبو حد من ما جانا حد خالص والله لحد الآن صار إن هنا كم يوم ما شفنا حد لا حد جانا ولا حد ساعدنا يعني هاي حقيقة مين يعني الله يهينا وضعنا صعب المي الارض قامت تنزح علينا المي من تحت البيوت قامت تنزل علينا مي ووضع صعب برد وحتى خبز ما هو والوضع مأساة يعني اكثر من هيك ما راح يصير شو سبب نزوحكم الى منطقه جبل الزاويه سبب نزوحنا جانا الجيش جانا من كنا منطقه الرفه وريف اذلب الجنوب وجانا الجيش وقامت تردي علينا هالراجمه طفشنا بعيالنا وطفالنا وجينا اللي هي ما جينا ما نعرف حالنا وين نروح رمينا بهالجبال وهالبرد وهالحالة والمي حتى قلب البيوت بالمي المي بقلب البيت هاي قاعدين فوق المي حتى اطفالك تبعد على القاع ما تقدر ترى نزورهم كلهم التهبين شوفوا تحيا الله مرضى عليك طلع ترى صار اسبوع ما رجعت نايلو ونجيب كاس نايلو ونحط شيء وين ما بدنا في الاجاوين قطيم والله عجه ما بساوينا غدا ما بساوينا ما ابو شيء لا نطبخ لا ابو شيء حطب لا ابو شيء ما ابو شيء لان الطفش ظلنا يومين قاعدين بتشون لحد ترى صار اسبوع ما رجعنا من ريحه الدخان صدر ملتهب دحر يا بي شلونه والله حت متجفف فعلا صحيح متجفف والله ما في يعني كل عيلتين انا وابني بخيمه واحده انه بين اولاد اخوتي والله ثلاثه بخيمه بو اربعه تحت عيلات اخي وهيك بغبوا بهنيه والله يعني الحاله سيئه بشكل وبنطلب يعني من الزينين اخيو اللي يساعدونا الاطفال مثل ما شايفين والاطفال ده حجه تحت البرد اخيو لا حطب لا ما صوت الله يساعد أكثر من هيك شوي يعني تهجرنا والحزن
تهجرنا من جريتنا، جينا على معيصر وحنا تهجرنا من المعيصر لهينا. فعصرنا 7 سنين اخي وطابشين. او على الله اكثر من هيك والله الحاله سيئه. لا العجاوين ها لا قبال عينك اخي وشلون؟ والله البرد قال يعني نشوفك ذا اكثر من هيك؟ ما يصير اكثر من هيك. وعلى الله يا خالي. بس راح من الشيء خالص ما طلعت تجيب الدنيا.